ما شاء الله تبارك الله، هذه بوتس ما شاء الله تبارك الله، حقت واحد عميل عندي الله يبارك له. هذا الرجل يعلم الله يا اخواني قلبه ابيض ونيته صافيه. صدق او لا تصدق انه هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله حصل على هذه البوتس الابيض، كانت اصغر حجما من هذه، هذه حجمها اكبر. شوف عمودها وشوف عمود هذه، طبعا احنا اضفنا لها عمود ما شاء الله تبارك الله عليها، بالإضافة كمية الأوراق الصفراء اللي كانت موجودة عليها. طيب قد إيه أزلنا منها أوراق صفراء، الآن حندعمها ونبدأ نرشها كمان مبيد حشري وحتشوفوها. وبكده ما شاء الله تبارك الله لميناها ونسقناها، طبعا مع الضوء هترجع ما شاء الله تبارك الله تفك أوراقها الجميلة ما شاء الله تبارك الله عليها. فقط كل ما علينا بإذن الله حنرشها مبيد حشري. طبعا بالإضافة ما شاء الله تبارك الله زدناها تربة، عشان احنا شايفين انه هذه الجذور الطويلة حطيناها على التربة زي ما انت شايف، هتبدأ ما شاء الله تبارك الله هتبدأ تغرز جذورها او براعنها الجديدة في التربة. زدناها تربة الحين، بس باقي نرشها بالمبيد الحشري. وهنا ما شاء الله تبارك الله قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدأنا نرشها بالمبيد الحشري.